بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في حالات الطوارئ اللي هي سواء بتتحول لجراحة القلب أو بعد جراحة القلب، أحب ألفت نظر الزملاء الأطباء في الطوارئ اللي بتعاملوا مع مثل هذه الحالات. الحالة الأولى هي حالة الكاردياك تامبوناد أفتر كاردياك سيرجري، ودي ممكن تيجي بعد أسبوع أو عدة أيام أو حتى بعد أسبوعين أو ثلاثة من جراحة القلب. بيبقى فيه لارج بريكارديال إفيوجن which needs urgent intervention، ممكن يبقى تامبونادينج أو نون تامبونادينج. الإيكو دياجنوزيس is very important، وطبعا بيسبق الإيكو دياجنوزيس الكلينيكال دياجنوزيس. العيان بيبقى تاكيبنيك وتاكي كارديك هايبوتنسيف في لو كارديك أوتبوت سيندروم. التصرف السريع لطبيب الطوارئ هو أول حاجة إجراء emergency echo سريع والاتصال بالكارديولوجيست والمعالج والكارديك سيرجن المعالج إذا كان هيتم نعملها echo guided aspiration أو هنعمل surgical drainage. فده بيبقى الإجراء الطبيعي، ولازم الخطوات تتم يكون إيقاعها سريع وتتم بسرعة. الإمرجنسي الثانية اللي أنا أحب أتكلم عليها هي الستاك فالف أو الثرومبوزد أو ديسفانكشنال ميكانيكال بروثيسيس، سواء كان ميترال أو أورتيك. طبعا برضو الكلينيكال دايجنوزيس is very important، بيبقى إما الوان ليفلت لأن المريض بيحتاج إلى تدخل سريع وإجراء عاجل. الترانس ثوراسيك ايكو اولا في الطوارئ، او الترانس اسفجيال ايكو ليتر اون لو انا محتاج وحاله المريض تسمح، او الكاثيتر دياجنوزيس للديسفانكشنال ميكانيكال ليفلتس مهم جدا، وبيتم ابلاغ الفريق الطبي المكون من الجراح المناوب وكذلك الكارديولوجيست المعالج لاتخاذ الاجراء اللازم السريع. احيانا المرض بيحتاج immediate intervention, immediate surgical intervention، أو لو كان هناك تدخل آخر سيتم إجراءه. الحالة الثالثة في الطوارئ اللي بيشوفها طبيب الطوارئ والزملاء الأطباء اللي هو الأكيوت أورتيك دايسكشن، وعادة المريض بيشتكي بشست بين سيفير شورتنس أوف بريث، ممكن ريفير تو ذا باك، بيبقى فيه سم اي سي جي تشينجز. الحالات فيها فرايتيز كتيرة جدا، يا إما كلينيكال ستيبل أو كلينيكالي أن ستيبل، لكن في كلا الحالتين تحتاج إلى ايضا بعد الكلينيكال اسسمنت اميديت ايكو اسسمنت، لان احيانا بيبقى فيه بريكارديال هيموراجيك بريكارديال افيوجن، واحيانا دايسكشن فلاب بنشوفها في الاسندنج اورتا. بيتم اجراء اذا كانت ستابلايزنج المريض، كنترولينج البلاد بريشر، واجراء اشعه مقطعيه بالصبغه على الشريان الاورتي وبسرعه، ويتم إبلاغ كذلك من الطوارئ إبلاغ الفريق الطبي الكاردياك سيرجن اون كول اند كارديولوجيست، يعني كاردياك سيرجري تيم والكارديولوجي تو تيك ان ايميديت اكشن ان شاء الله. دول الثلاث حالات اللي انا احب الفت نظر الاطباء في الطوارئ ليهم من طوارئ جراحة القلب. شكرا.